السلام ورحمة الله وبركاته. ما مسألة شواني باشي ما مسألة خلقي كيرنا زاخو هل خلية تازاخو سالسلمي خشكي من أبا تسروجة ولياتيا سيروجة دكبي بلي عبلي قربان هذا أختي صار ثلاثة مصاب بالمسد جني ما يعرف نفسه أنت تشوفه تقول ما بيش يودي الطبيب طبيب ما يعرف هسه نراقي على القرآن إذا بها جني يتحرك أختي حتى ناس هذا السنة 5000 نفر حرقوا انتحرت الرجل والمرأة رجعنا ساعدكم حتى ما يصير بكم شيء هذا طب النبوي طب لكل البشرية مو بس للإسلام هسه نعالجه طبي إن شاء الله أو خشكا سير جويلات زنا قلبتي دكتور نازا هدر ما يدري دكتور نازاني بس أما دزاني قرآن استعلى سيدة خيمة قال بربو وتيكسو وزنا قلبيتي أقا بريج نبوة أو بزان قرآن إلا كشف ذكر نك ملا علي باي ملا علي شو شيخ جملا سيديش دكتوري هيز نازانا إلا خواي رب العالمين استعبري خوب كني أقا جنك لخدابي هذا بي هذا بري ما مصدتم الله بعد أسبب كين يا ربي خويا ما هيز نازانا قلت لهم أرونك يا أخوات بيغ مصر كده فلمي خواه ده فلمي وننزل من القرآن ما هو الشفاء خواه ده فلمي القرآن بخير الشفاء لهم بعد أسبب كين أقا جنك لخدابي لشيء دل اللي فيه راضي كبي أقا جنك بسم الله الرحمن بري خوب كني عيشي عيشي عيشاني عيشاني تمشاكي تلات حواياتي قرانية استا قرآني بخير مرد التوا وانو نزعها قراني درين او يدرونها وانيا بس قرآن استا الى عزكا كتسال التوا استا راز مرد التوا بغاتا قراني شفانيا تاو دل جوانا تاو دل قلتريا تلقون استا قرآني بزاكين او افتراز مرد التوا قرآن جنكي دردكا بس موسيقى شايدكا قواتا قرآن شفا مهمكا سيشن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا زاهر اشتكى بسلم ليه لم ذا قرآنا عجبا يا ليل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا تزور باشا سيد أكيد كنت جلك ليدا أو استاذ لك مهم وزمات ما مسألة زور مهم إذا أنا جد ثاني لك وخوش بو باشي ليدا خوش عزك من ليدا زور بير خوشة أو جد داري من كوشن لقري ملاج ليش مناك ملاج من كوشي أو جنا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين سانا كل ليدا جماعات مهم بو سيد كان خوش شريستان أنا بيجا تنكوشي أو جمع كان استعليت وعي بنا منه قربان بيجا نسات شاميتر ما شاء الله بيك هيدا دا تنكوشي قربان بنا جوري أم بيجا ما مستبيقا أجل بنا جوري سيد كان خوش شريستان كو ترجع كارا سرم أو دا زاني جنا زد رشان من دبتوا دي منكوشي سوبا قلي ملاجين ملاجين دير سعادو شوي مخد شري بخواي شوي سوبا رشان من دبتوا جن استا برودري او جنة شيء لا قليل استا سالة ان شاء الله قرآن زخيم وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني بيجي القرآن بيجي القرآن بيجي القرآن بيجي القرآن بيجي القرآن بيجي القرآن بيجي سيتر كل عند ذات نكا أي بابا قصد بيجي ذا حقا هسا شاد ان شاء الله زانا خش خش استاذ ابي زر شان ام دكتور قبس كشم دا تلك ممكن هناك ابي استاذ خش استاذ سيتر كل دا مغزي دا مطلقه زك شانين لو مستا بس قيناك أول جمع زي القرآن استا خلكم سادة بتو إن شاء الله زي كل شيء القرآن إذا خيمنا من بيجي ده إن شاء الله قوم سكش في بصار تازة كريت ملاجن ما تسكم لي قوم سكم لي شيء بصار وات ملاجن دوا علم ده دري أول بصار هات تسمع تي كاتا ما تسكم لي جاكي ده كم بيمو استا خلكم سادة القرآن إذا خيم قربان تام أورو بستدوي دوي 2007 استا خشم سادة توجنا كريدة دا استا يدنا كريدة دا سير شو مازدا كم سادة إن شاء الله هسا وقتي طيب إن شاء الله تعالى والصلاة على سيدنا وحبيبنا محمد إن شاء الله جدا قيدي يبتدى بينا وابوي نيجي كشفكم قرآن لسه بخير دستا ما تكم خل بعد قرآن قال لسه بخير ملم دا أو جنا كم عيا قال ملم دا تابوا أو صار بيز ذاك كسخوي كشتي العراق سي هزاج لا يمتع بسباز بوخواي أو صار سي هزاج متع سبيك كبد زيادة بخواي أو هاو شو كشكي من نعمل شو خواي مكوجن هذا السنة عراق نواحي وثلاث 5000 نفر انتحروا المرأة والرجل هسه شو هذا لو خذ بها جني هسه يضربني إذا ما بيجني جني ما يضربني هسه نضربك الرجل هذا بالخشبة وننزل من القرآن ما وشي لا تخافي أختي لا تخافي أختي كم شوية تجي لنا إذا ما أنت بعد إذا رجل بارك الله فيك أختي إيه إذا ما قل أستاذ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اخرجي يا عدو الله اخرجي يا عدو الله أختي السلام عليكم شو اسمك؟ رجاء كيف حالك؟ الله أكبر أستاذ عوفة ما مستعبر إذا انهضي أختي الله أكبر طبطي تعال خوش ريستان استاذ قرآن دخين خوش ريستان ولينا أختي أستاذ ميا أختي راستا خوش ريستان استاذ قرآن دخين أكثر خوشكم بلا مالي دامن أو جنكا لقلبي مايا
اگر پلامای ندام زنگ کلا قیم نات کاده اگر کم بزودی کاد ولی نام بوی خود آن انتحار نکنه میسپارم نامه اون اونو دوست درس آخوش کنه لطیع علیه سببو من خوف شدید او غضب شدید ينتحرون تکات نده کم آگات نخو بیام فی خص بیلا ببی مقابل لخدمت دامه بس آج نه با خواه نکوش نه جزو علاج نه کر خواه نکوش اگر ما نه جزو سریع انتحرون جم داخل مثلا چی شو قم تکالیم هم پساد او جنبو آخوش کم نبود ها او آگاهی خونیا است پیت هم اتی ضربت نی الله أكبر دري أمن نبو شوف أنت دمرتني دري أمن نبو أنت سيش ميت رجع يضحكي رجع يضحكي والله يدي بقلاوة بجيز قربان استا قرآن دخيل وخشكم شاو اللهم صلي على محمد استا جدري أبرادي هذا أخو أخو استاذ شلون تشوف أختك باشا زو أبصر خوش ريستي أختي رجع إيدك سوي شي استا قرآن دخيل ما أخشك رجع زنا كل شيء ما بي بلار مارن ندا يهاجمني إذا مو بداخله ما يهاجمني شوف قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو قرآنا ارجع إلى كتاب الله وسنة النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ دواء القرآن وش رجعت امشي اختي رجعي هذه ما مستعدي تخوش ها ما مستعدي تسلم سلم ولم خوش مستورة اختي رجع ارفع راسي اضحكي شنو صرتي هسه انت مرأة لو رجل صوتي عالية مرأة استاذ عالية ما انت اخ ما مستعدي خوش كتاب استاذ دقي خبلنك خوش يخوش هوا بيني زور باشا باشا خوش ريستان تازه هيرش كده سر مقاطع اللي بهاجمني قبسة بسان دم ليدام بيلاقي نقول أمازون بروسليا وهاي ليدام أها تيلا مكر بس استا تم شاكر القران دخي ما هجوم كاتي كاتا زنا كما استا درما تجني ام بي اي دري بي ام زم لقد هجوم دك زن زور الكلام ده تو ادي خوانا فرم بسم الله الرحمن ان الشيطان للانسان عدو مبين خوادا فرم الشيطان دجمش اشكرا له نقول بينا كان والله بالله وتالله زند سيت هذا الشيء انساني هرق مع مستابي دكتور بي شيخ بي بروفيسور بي علامه بي خبير بي سلفي بي قوي هم يا بي بريد الناس تقلب انساني والله او كابرا معتزله يا جاهله يعني الطب النبوي نازل باش هذه دكتورة بالشيء الإسلام لو سك الطب النبوي درس كده بخير لي تم شاكي تاز أول اللي دام لو استعلمنا هذا نه تم شاكي وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني قرباني تام لو لمنا هذا أول زانس ليك اللي يقول تيم قال خوش ريستان استاش سودة شلو خايدة وخشكم خوش تيمن أختي ارفع راسي يلا سرع لي صوتي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هسه أنت مرأة لرجل الله شو اسمك رجع راسي رجع ارفع راسي اضحكي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم استا سوده شلو خاين دبن كخوش كمرضى سبا خوش كي رجع ارفع راسي هسه انت فرحانه ارفع راسي عيونك هذا منو هذا شس اخوك شنو قرايبه علي صوتك شي سلك شي سلك الله اكبر بن ابراهيم خوش استان اول ماما صبا خوش تو خاين قربان انسان ماما صبا خوشا دور بس سوده شلو خاين بينو كان اواش خوشكم دري ګولا تمشاګي چاې دې خپل تريا چابو استاش په تازه قران خید از استاش سوزې شو خوایده به ما مستا سوزې مې به دژنه دې ام کوم دګه من څنګه به وینم خوش ګر دې سوزې دې ونه ورته نس رب العالمین يلا بسم الله الرحمن الرحیم سلام دادر خید خوب څه دم پسانه دې چاکې و ما مستا سوزې نو خوایده خوش شویستانه اوش معزه قران الله اکبر او خوش ګر دې سلام هریش کړه سلام عم قرب تمام تليك الموا بس بلا قال يا دام اساس شابوا او فصد اخويا ام لخدمه انا ما بي برامبر اساس هما سوز ديلو خايده بين اخويا رب العالمين شفاي لينا اما السبب الله اكبر سبحان رب الاعلى وبحمد سبحان رب الاعلى وبحمد سبحان رب الاعلى سبح قدوس رب الملائكه دي وقت سيدنا الرجل الذي خلق وشد السمع الله اكبر خوش استان حتى معزش كي قرآني بيروز بخواي قورت على الأسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر مبارك علي مع مصطفى إن شاء الله وشتعلو دليلي ساعة طاب خش يا من تدريني طاوي وش بيرا إيشي قرآن ساعة طاب